كانت تجربه بالنسبه لهم حتى هما. فالحمد لله فكنظن انه داو مقابله كبيره امام فريق اللي هو كبير فريق الرجاء البيضاوي، رغم ان السنه هذه ما حققش يعني النتائج اللي كيطمح ليها، ولكن كنهني اللاعبين صراحه بالمجهود اللي قاموا بها، وهذه المقابله اللي كنظن انه كانت في يدينا لكن ما كتبش. شكرا. لا تعادل بالنسبه لي سي نورمال سي لوجيك، عذبونا اليوم الرجاء، كانوا عندهم الكره اكثر منا، اليوم كان شويه لا فاتيك حتى هما حسوا بها. سي تان بو ماتش، اربع البيوت دي سبيكتاكل مورا الكاس، كان عندنا ان غرو كو ديغيغ لا تيت، دونك الحمد لله جبنا واحد النقطه، كنزيدوا عندنا 41 هما عندهم 37. ولا كنتي غتقول لي في ديبي دو سيزون غتكون عندك 5 بوان دافونس على الرجاء 3 جورني دو لا فان، كنت غنسيني بالحق. فو كونتينيو ترافاي اون اي كونتون، جو فيليسيت مي جوار، ما كانش ساهل اليوم. والماتش كان صعيب سيرتو جا من بعد الاقصاء ديال الفريقين، لا فريق الرجاء لا فريق الفتح، يعني كلشي كان كيسيي باش يراترابي هذيك لا ديفيت اللي طلعت في الماتش الاخر، ويحاول يسترد الثقه اللي ضاعت منه. الحمد لله قمنا بواحد اللقاء جيد، اي نعم ما قدرناش نحصلوا على نتيجه ايجابيه اللي هي الانتصار تترضي الجماهير الرجاويه، مي نقطه خارج البلاد كتسمى نتيجه ايجابيه في ظل الظروف اللي كيعيشها الفريق في هذه الاونه. نتمنى ان شاء الله على اننا نترابيو ان شاء الله دغيا، ونكونوا بري بور لو ماتش ديال ديمونش ان شاء الله كونتر الحسيمه، والماتش ديال لاكاف في السيمانه من المهجيه ان شاء الله. ما درناش ماتش كبير، وانه يقدر ما درنا ماتش في المستوى، لانه لعبنا ضد فريق اللي هو متمرس، فريق اللي خرج مؤخرا من المنافسه الافريقيه بشرف، وبعد البصمه على مقابلات كبيره. كنعتقد انه فريق الفتح يحسب له الف حساب. درنا مقابله مزيانه، كان الهدف منها هو اعاده الثقه للجميع، وخاصه اللاعبين اللي حقيقه فقدوا الثقه هذه اللي كانت هي الميزه الخاصه ديالهم في جميع المقابلات. الان كنحاولوا نلعبوا على هذا الجانب هذا، وخلال المقابلات المقبله نعتقد انه غادي نسترجعوا اللاعبين اللي مصابين. كما كتشوفوا كانوا خاصنا اليوم خمسه ديال اللعابه،